نستقبل مع حضراتكم لوتشانو فينتوريني، نجم من نجوم الفيولا فريق فيورنتينا الايطالي، وايضا لاعب سابق في كيفو فيرونا، هو ضيفنا حاليا في السادسه. خلينا بدايه نشكره على مشاركته معنا. اهلا وسهلا بك على شاشه الاهلي. مساء الخير، مرحبا بكم جميعا وشكرا لانضمامي معكم. يعني بداية قبل ما اتكلم على الموسم المقبل للكرة الإيطالية والأندية الإيطالية، خليني أسألك، وصول ثلاث أندية للمباراة النهائية في البطولات الأوروبية الثلاثة وخسارتهم، هل بتعتبر ده نجاح للكرة الإيطالية ولا يعني خسارة أو فشل في الكرة الإيطالية مع عدم قدرة الثلاث أندية على التتويج؟ بالنسبة لي هو نجاح كبير، وهو وصول ثلاث فرق إيطالية للنهائيات. أعتقد أن هذا نجاح كبير قامت به الكرة الإيطالية وحققناه جميعا سويا. لا، لكن على المستوى العالمي نستطيع أن نقول أن الكرة الإيطالية حققت بجدارة. أولا وآخرا هي مسألة حظ، لكن هي كرة شيء إيجابي جدا. هل تتوقع أنه في الموسم اللي جاي أو حتى في المواسم المقبلة أنه الأندية الإيطالية، وخصوصا أنها أندية دايما تعودت على التتويج بالألقاب الأوروبية وفي مقدمتهم اليوفي، الإنتر، الميلان وحتى روما، هل تتوقع أن الموسم المقبل قد نشهد تتويج نادي إيطالي وخصوصا بالبطولة الأهم، بطولة دوري أبطال أوروبا؟ الكرة الإيطالية كرة، نقول كرة صعبة جدا، وبها بعض التعقيدات وبها بعض الأمور الغامضة التي تخفى على الجميع. على الرغم من وصول الثلاث الفرق الإيطالية، إلا أننا لم نستطيع أن نحقق فوزا واحدا في المباريات الثلاث. رأينا روما ورأينا فيورنتينا، ولكن سنرى العجيب أيضا. من أول ما بدأت أنا شخصيا أتابع الدوريات الأوروبية، كان الدوري الأهم بالنسبة لي والدوري الأكثر متعة هو الدوري الإيطالي، الكالتشو الإيطالي، وفي التوقيت ده كان كل نجوم العالم يهمها أنها تلعب في أحد الأندية الإيطالية وأنها تشارك في الدوري الإيطالي. تغير الوضع 180 درجة، إيه أسباب ده؟ وخصوصا أنه يبدو أنه الأندية الإيطالية ما عندهاش قدرة على أنها تستخدم أسماء كبيرة جدا ممكن تساعدها في استعادة الألقاب مرة تانية. الفرق الإيطالية مليئة باللاعبين الكبار، لاعبين المهمين، وأيضا البطولة الإيطالية والكرة الإيطالية نقول أنها دائما حافلة باللاعبين الكبار من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التقنية، هذا نحتاجه معنا. يمكن خرج عدد كبير جدا من اسماء الانديه الايطاليه اللاعبين يعني في السنوات الاخيره، وما قدرتش الانديه الايطاليه انها تحافظ عليهم، والنهارده بنسمع عن عدد كبير جدا من الاسماء. على سبيل المثال يعني بوجبا مثلا في كلام على انتقاله للدوري السعودي، المدافع الكوري الدولي كيم جاي في انتقاله من نابولي لبايرن ميونخ، كلام ايضا على فلاهوفيتش مهاجم اليوفنتوس واحتماليه انتقاله لبي اس جي. فمن وجهه نظرك ازاي تقدر الانديه الايطاليه مش بس انها تحافظ على نجومها لكن كمان تجيب اسماء كبيره زي معظم الدوريات الكبرى؟ بصراحة ليس ببساطة كما يعتقد البعض، لكن كما قلت هي أيضا بعض الأمور الاقتصادية التي تمر بها الكرة الإيطالية، أيضا تنقية وتصفية اللاعبين، هذه مرحلة انتقالية كما نقول في الكرة الإيطالية، ولكن أعتقد أنه ستكون هناك صفقات رابحة. إن خسرنا البعض سنربح بعض اللاعبين الجدد، كما أننا أيضا لدينا المخطط للدفع بالناشئين لإحياء الكرة الإيطالية من جديد، وخاصة المنتخب الإيطالي. بالنسبة لبوجبا هو لاعب كبير وهو شاب صغير، لكن أعتقد أنه لديه فرص أفضل
للعب بعيدا عن الكره الايطاليه. بمناسبه الانتقالات، واحد نجم طبعا الفيولا سفيان مرابط، هل تتوقع استمراره مع فيورنتينا ولا من المنتظر رحيله في الميركاتو الحالي؟ سفيان مرابط. جاي كرادك يا سفيان مرابط. Scusami, ti ripeto, non ho capito chi. لم أفهم جيدا، يمكنك إعادة السؤال. من ضمن الأسماء المرشحة للرحيل من في الموسم الحالي سفيان مرابط، أيضا أونانا حارس مرمى الإنتر ناسيونالي، في كلام على اهتمام إدارة مانشستر يونايتد بيه وإن في عرض بالفعل مقدم، هل تتوقع استمرارهم في الدوري الإيطالي ولا رحيلهم لدوريات أخرى؟ بكل تأكيد هو لاعب مهم، هذا اللاعب المغربي سفيان مرابط، عفوا لم أفهم السؤال جيدا في المرة السابقة، لكن أعتقد لديه القدرة البدنية وهو لاعب رائع. سافيتش، وطبعا مع الثوره اللي بتحصل في الانديه السعوديه في كلام يقال، واعتقد انها بعتقد برضو هي مش بس للدوري الايطالي، هي كل الانديه والدوريات الكبرى في اوروبا، مع الارقام الكبيره اللي بتدفعها الانديه السعوديه والاسماء الكبيره زي كريم بنزيما، زي انجولو كانتي، زي كريستيانو رونالدو من قبلهم، في كلام كمان على سافيتش. واحد، ازاي بتبص لموسم الانتقالات ده في الكره السعوديه، وهل بتعتبره فعلا تهديد للدوريات الكبرى في اوروبا ولا لا؟ اثنين، صفقه سافيتش ازاي بتبص لها، وهل فعلا سينتقل لاحد انديه الدوري السعودي ولا لا؟ بنزيما ان بو فالين بو بنزيما يمثل ايضا هو بالنسبه لي مثل بوجبا، كل منهم يبحث عن احتراف افضل بعيدا عن هذه الدوريات، كل منهم له مسيرته الخاصه. كريم بنزيما لاعب كبير، رايناه انتقل فجاه الى الدوري السعودي، لكن يمكن القول ان الدوري السعودي الان يحظى بكثير من اللاعبين ويسعى لضم اللاعبين الكبار، وهذا ايضا يعود لاسباب اقتصاديه كما قلت سابقا، انها ترجع لاسباب اقتصاديه في الكره الايطاليه فايضا في الكره السعوديه. طب يعني انا طبعا هستغل كونك واحد من نجوم فيورنتينا السابقين، وفيورنتينا بالنسبه للمصريين يعني نادي مهم لانه شهد تجربه اكثر من تجربه احتراف للاعبين مصريين، ابرزهم طبعا هم فعلا احمد حجازي المدافع الدولي المصري ومحمد صلاح اللي كانت انطلاقته الحقيقيه في فيورنتينا. ازاي بتشوف الانطباعات اللي سابها الاسمين دول عن اللاعب المصري، وايه هي تقييمك لفترتهم مع فيورنتينا؟ صلاح، واعتقد هاني سعيد كمان، كابتن هاني سعيد محمد صلاح هو لاعب رائع بكل المقاييس، ومن وجهه نظري انه لا يقارن باحد، وهو فعل ما بوسعه مع فيورنتينا وكانت نقله جيده سواء لفيورنتينا او للكره الايطاليه بشكل عام. احمد حجازي وهاني سعيد من اللعيبه المصريين ايضا اللي احترفوا لفتره من الفترات في فيورنتينا. بسأل على انه كمان مش بس تجربه صلاح كلاعب مصري بس كانت الوحيده، لكن في طبعا احمد حجازي قائد منتخب مصر كان واحد في فتره من فترات لاعب في فيورنتينا، واعتقد هاني سعيد لفتره برضه موسم او اثنين يمكن كان موجود مع النادي الايطالي، تقييمك ليهم ايه؟ شايف تجربتهم ازاي؟ وايه الانطباعات اللي سابوها عندك وعند جماهير فيورنتينا عن اللاعب المصري؟ في الحقيقة لا أعرف جيدا اللاعب الذي تحدثت عنه أحمد حجازي، لكن شيء عظيم جدا وشيء مهم جدا، لكن في الحقيقة يمكن القول أنني لا أستطيع تكوين انطباع عن اللاعب لأني لا أعرفه جيدا، لكن أنا أعرف جيدا اللاعب محمد صلاح وغني عن التعريف. لوتشانو فينتوريني نجم فيورنتينا وكيف فيرونا السابق، بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق للفيولا
كان يعني قاب قوسين او ادنى من تحقيق لقب اوروبي. نتمنى الموسم اللي جاي يكون موسم موفق طبعا للكره الايطاليه والانديه الايطاليه.